قال انا اعرف الحق كيف. الحق عنده علامات، الحق ده ما غبيان. لذلك قال حذيفه رضي الله عنه: ان على الحق نورا. الحق عليه نور. لو داير تعرف الحق بس بنظره خفيفه، عايل الجماعه اللي بيتكلموا ديل هم زعلانين لله ولا زعلانين لجماعته؟ بس ده سؤال واحد. زعلانين لله ولا لجماعته؟ للجماعة بدليل واحد. هم غاية زعلوا مننا الليلة انه نحن تكلمنا في عالم او عالمين او ستة من ناسهم، زعلانين جدا. كلموا في شيوخنا ولحوم العلماء مسمومة. مسمومة؟ هاي ولحوم الصحابة كيف؟ لكن الزول اللي تكلم في الصحابة زولوا ما بيسألوا، والبيطعن في العلماء زولم ما بيسألوه، والبيقول الصوفية أخواننا زولم ما بيسألوه، والبيقول السرورية كويسين وبصلي على بلاد كده زولم ما بيسألوه. لكن انت من برا منهم تتكلم بينتقدوك، ده باطل ولا ما باطل يا أخواننا؟ بس ولا دار لها نقاش كثير المسألة، ما دار نقاش كثير. النزل انتهى ولا شنو؟ الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا. يا ولادات ما تتعبوا رقبتكم، انتوا دارين قروش؟ لقطوا لهم شيرنج الدوم يا اخي. اكان دارين قروش الدوم كويس؟ بلقطوا لكم الطلبه ديل، والله ما عندهم مشكله. ما تعملوا لنا ازعاج يا اخي، نقه ور في اضنيننا ديل. ده من برنا معروف احنا يوم الاربعاء. اجابكم انتوا ليلة شنو؟ زادوا لكم النسريه ولا شنو؟ اكلوكم جداد من الصباح؟ في شنو جديد الليله؟ ولا كتبت معاهم؟ يا ناس حذيفه رضي الله عنه قال: ان على الحق نورا. الحق عليه نور. نحن لما نجي نتكلم هنا يا ولدنا وننتقد اي زول من الاشخاص الموجودين في الساحه، ان كان صوفي، ان كان اخو مسلم، ان كان تكفيري غيره، نحن بننتقده بادله، بنقول لك قال كده وكلامه ده باطل وما بيجوز وما تسمع له. ما بننتقد لك زول، نقول لك داق عشان ما معانا ما تسمع له، والمعانا اسمع له. لا، الحق يقتضي انه انت تنتقد المعاك والما معاك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد او بنت محمد لقطع منه محمد يد، وما بيقطع زول ثاني، بيقطع محمد صلى الله عليه وسلم ذاته. ده الحق كده. انت الليله ما تبقى صريح، بدل تجي هنا وتفرفر ومزمل اتكلم في العلماء، انت تعال قول لنا نحن شيخنا، شيخنا وكان شيخنا نحن قبال ما يكون شيخ انت، قول لنا ده شيخنا، واتكلم في الصحابه وطعن شديد. قال في بعضهم قد يكون فيه هوى، ده لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتقاتلوا في الدنيا. قال: وواحد من الصحابه قتل له واحد ثاني عشان يشيل الغنم حقاته. في صحابي بيقتل له لغنم؟ اسالكم بالله، يقتل له مؤمن لغنم؟ صحابي بيعملها؟ يا اخي دين ربنا قال عنهم: للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. مرقوا خلوا مكه في اموالهم وفي اهلهم وفي ديارهم، فاتوا خلوها كلها ومشوا هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من سكن الصفه، صريف كان شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ساكنين في الصفه لا اهل ولا مال ولا عيال. دلتا تقول قتل الثاني عشان ياكل غنمه؟ عشان يشيل غنمه؟ ده هم الوليدات ديل ما يقدروا يتكلموا فيه. ليه؟ لانه من جماعتهم ما بيتكلموا فيه. وعشان كده انت لو دار تعرف دي علامه من علامات الحق ودي علامه من علامات اظهار الباطل في اي جماعه من الجماعات، اي جماعه بتغطي على ناسها، صح ولا ما صح؟ المعاون بيغطي عليهم، اللي بيعمل اي عمليه وهو معاهم جوا بيغطي عليهم. وده السبب ذاته اللي خلانا نحن نطلع من الجماعه قبل ما يلدوك انت، واحتمال قبل ما يعرسوا امك اللي بتتكلم. مرقنا منها زمان، اللي بيجي بيتفاصح بجاي ده، نحن السبب اللي خلانا نطلع من انصار السنه شنو؟ امشي اسالوا اسال اي واحد منهم ويبقى منصف وزول صاحب حق
وصادق ما يكذب. نحن ما كنا قبل اليوم قاعدين معاهم جوا بنقول لهم يا اخي الشيوخ ديل ما مشايخنا نحن يا اخي، ناس محمد الامين اسماعيل وناس منو ومنو، نقول له يا اخي الكلام ده غلط وانصحوه وروه. نحن ما دارنا نمرق من الجماعه وده قاعدين معاكم، انصحوه وروه اللي بيسووا فيه ده غلط يا اخي. يا اخي ما تمسين السراوريه يا اخي، السراوريه انتوا بتعرفوهم؟ ديل التكفيرين، ناس اسامه بن لادن، ناس داعش. انتوا انا عرقان ولا شنو؟ كل مره بجيب لي منديل. طيب كده كيف؟ كويس؟ التكفيرين ناس داعش وناس اسامه بن لادن ديل صحبانه صاحبه محمد عبد الكريم وصاحبه عبد الحي، وطالع ونازل معاهم ويجيبوه في المحاضره ونقدم فضيله الشيخ الدكتور رجل القران بيقدم تكفيري بيقدمه للناس ودرب الطلبه على التكفير. قلنا لهم ده غلط الكلام ده يا اخي، الشيخ ده ما يعمل كده تاني. ونحن طلاب الجماعه وقاعدين جوا، وترى كنا بنعيط ديل الاولاد اللي جاي ديل ديل انصار السنه زعلوا مننا وقالوا لنا شوفوا انتوا يا تبطلوا الكلام اللي بتسووا فيه، تقعدوا معنا زي ما احنا قاعدين، في تكفير تخلوه قاعد ما تسالوا، في زول بشكر الصوفيه تخلوه قاعد ما تسالوا، اي حاجه تشوفوها تسكتوا تسكتوا ما تتكلم، لا تعترض فتنطرد. نحن اعترضنا قلنا لهم ده ما بجوز شرعا في الدين ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. قلنا لهم يا اخي الواجب علينا نحن المنكر ده يتغير، والا احنا ما حنقعد في الجماعه. كل مره يلقطوا تكفيري ويجيبوا واحد داعشي وغيره، قلنا لهم ده ما بجوز. وده السبب اللي هم بعد ذاك قالوا الشباب ده لابد نطلعهم مننا برا. الليلة الولادات اللي بيتكلموا بجاي ديل انا بعتبره عندهم انفصام في الشخصية. ليه؟ لانه ده بيتكلم لي عن حاجات داري ينصح بها الطلبة وهو في عقر بيته وجوه جماعته وفي مسجده، ما يقدر يقول الكلام ده. مش هسه بيتكلموا هنا وقالوا عبد الحي سروري، انا سمعت واحد منهم من الاولاد ديل، اظن دي سمعها في واحد من منابر اخواننا عبد الحي اخو مسلم، ليه تسمعينه؟ سمعت واحد بجاي يقول كده. خلينا نحن الطلبه المساكين ده خلهم، ما تقول لهم الكلام ده. أم ايش قولوا في بيتكم هناك هناك، قولوا لي جماعتك تقدر رئيس الجماعه بتاعك امشي قول له ده تكفيري، والله تنجلد بيبطحوك في الوطن يجلدوك. نحن عارفين، نتكلم عن تاريخ. نحن قبل اليوم لما جبنا كتب سيد قطب، كتب سيد قطب، ودي الكتب اللي بترعى التكفير، ودي الكتب اللي نبعت منها الجماعات التكفيريه في العصر الحديث بشهاده الاخوان المسلمين ذاته بشهادتهم. القرضاوي في كتاب اولويات الحركه الاسلاميه الصفحه 12 قال والتكفير في العصر الحديث نبع من كتب سيد قطب التي كتبها في السجون المصريه. ده باعتراف الاخوان المسلمين. كويس؟ لما قبل كده نحن جبنا كتب سيد قطب وفي مسجد الجماعه ذاته وتكلمنا عنها، قلنا الكتب دي بتحوي منهج التكفير. هو ده قاعد جوا ينضح من كتب سيد قطب في ظلال القران، معالم في الطريق، العداله الاجتماعيه بالنص. جبنا لهم يهود الكتاب وده الكلام التكفير يكفر الامه كلها. لما قلنا الكلام ده زعلوا وطردونا. احنا انت ولد، انا بتكلم على اولاد البيجاش، انت انا ما يجوز يزعجونا يا اخي، ما يجوز يزعجونا يا اخي. انت اكل نجيب وزول حد، امشي قول الكلام ده لناسك، ما تيجي تقول للطلبه هنا. عندك راي في السروري يقول لناسك ديلك، لو اتفقوا معاك نحن ما عندنا مشكله. سامع واحد بكورك قال لي احنا دارين مناظره مع المنتدى السلفي بتاعنا، احنا ده بيجاكم مناظره، انت تابع لمنو اصلا؟ قلت منو؟ نحن ما بنناظر زول الا تابع لجهه معروفه. انت الليله جيب لنا ورقه من انصار السنه، ورقه قول لنا هذا الولد حامل هذه الورقه يمثل جماعه انصار السنه المحمديه، ورايه الذي يحمله هو راي الجماعه بحذافيره فول ستوب على توقيع الجماعه. لا ننجمك نجام لما تتكيف ذاته. لكن انا ما بناظر لي ذول في الهوا ساي، تابع لمن انت؟ ذول طلب لي بس بلوقه
اجي انا ناظر طيب انا ما عندي شغله ولا شنو؟ احنا ما عندنا موضوع. وده ذكرني مثل عند العرب. طبعا الكبار بيكونوا شغالين معانا بثقافه المثل ده. العرب عندهم مثل قالوا احمل عبدك فان هلك هلك وان نجا فلك. فهمتوا المثل ده؟ يعني انت بتكاتل برقبتك، انت مازون نظيف وقاعد كده بمزاج في مكتبك، بتقوم بترسل لك واحد من الوليدات تفكر تقول له امشي اعمل زوبعه كده، ديك البصيط اعمل زوبعه بغادي. ان هلك هلك. اكان انت بجاي لميت في ظله طحنته طحن وانتهيت منه، هيجي هم يقولوا شنو؟ ولد ما ولدنا ولا بنعرفه بنكره. قال وان نجا فلك. اول ما ينجحوا طبعا بيجي الجماعه لك بيفرح يقول لك ايوه يا سلام دي اولادنا، تخيل شايف دي اولادنا. نحن ما بنقول زك صديق دي، احنا قدام في الساحه دي. انا ما اشوفني صغيرون كده قديم قاعد في الجامعات وعارف ايش تنظيمات اللافه الحركات تحت الكشف الجديده، ناس حزب الامه الولادات المظبطين بجال قبل شويه دي قاطعين نص ولابسين لهم جزمه ما عارف كيف، ده احنا متابعينهم من زمان بيلبسوا الجلابيه على الله على الله. السلافه دي حقتهم اصلا، دي حقت حزب الامه يكتبوا فيها بورا الله اكبر ولله الحمد من زمان زمان بيشيلوا الحربه. هسه عين ده جايينا بسيستم هاي الانصار بيشيلوا حربه زمان، وزول بتلقى ذاته جامد انصار الله والله غالب. واحد بيتكلم كده انصار الله والله غالب لمن يخوفك؟ بدري 2005 2000 كان حزب الامه حاجة جماهيرية. هسه الليلة ولادات ثلاثة شاكين في جاي. سيدنا عبد الله التعايشي قال سيدك بتاع شنو؟ عبد الله التعايشي؟ ده سيدك؟ هكذا مسيبونا يا أخي. فعشان كده أفهم الحاصل.